سامحني اختي، عندك اميونيتي نيرفي قوي مناعه. صف عيشك. صف 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 سامحني. اما سي عندك اميونيتي نيرفي لك ما هو اللي قوي المناعه وفيه الفيتامينات. هيا بي اميونيتي نيرفي اختي، ريتو هذا يقوي المناعه اللي فيه زنك، كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي. صفا اميونيتي نيرفي نشاط وحيويه. إيميونيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي. وردة سرها المحبة. كام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحت ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. كيسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتو، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا لزر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار لزهر يخاف من مرته ومش نورمال. تيوينو الخبز قتلك سلق مش معدنوس، صابو نخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خديتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه. مع سمارت شيف مسهلها البنة. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. صباح
الخير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من ماتينال. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس الكل، وإن شاء الله زيادة صغيراتنا يرجعوا في فورمة للقراية. بالنسبة لحلقة اليوم باش نحكيوا على الناس اللي ممكن مرضت بالكوفيد، سواء معناتها بالعلامات ولا حتى بلاش علامات، باش نشوفوا زعما المخلفات نتاع الكوفيد الفيروس هذايا في صدرهم، باش نشوفوا العلاج إذا كان فما علاج، فماش حاجات الناس غايبة عليهم هكا يرتربيوا رواحهم ويشوفوا شنو يلزمهم يعملوا إذا كان مازال عندهم اقلاق. الابراج متوفره في برنامج الماتينال وغيره من الفقرات. ما قبل هذا كله نقولوا بونجور صفصوف. صباح النور يا فاطمه، حتى صفيه متوفره اليوم معكم في الماتينال، متوفره في الاسواق. نصبح عليك، نصبح على دوشيف، ونصبح عليكم انتم وفي برنامج الماتينال وين ما كنتوا. ان شاء الله نهاركم زين وبنين، بدايه اسبوع موفقه ليكم ان شاء الله. استنوني بعديك شويه في روبريك نرجعوا نعملوا ريكاب على الجمعه اللي فاتت، شنو بوستي والستار نتاعنا تويس العرب والمشاهير على الانستغرام نتاعهم، ونشوفوا شنو الاجواء عندهم. مشكوره صفصوف، صباح الخير يا شيف. انا اوربتور دو ستوك. صباح النور فتحيه، صباح النور البنات، الساده المشاهدين وين ما كنتوا تتابعوا فينا، مرحبا بكم من جديد. كوجينت الماتينال حافله، احنا كل يوم نحاولوا نساهموا معاكم فكره برا، سواء تكون زمنيه والا مبتدعه. شيف فتحيه عليها ديما الحلو، ما تنسوش الخبز البني اللي تحضروا. الوغ شيف، أنا اليوم أيوب عندي منتوج جديد باش نخدم به اليوم حلو، وعندي الملح كالعادة اللي هو خبز، باش نوريكم اليوم كيفاش تعملوا خبز ساندويتش ظريف قوتيت للصغار، وحنا نعرفوا الصغار رجعوا للمكتب وماذا بينا نعطيوهم قوتي نظيف وملفوف. وعندي الحليب هذا ميلادا، عندي الحليب كونسونتخي هذا ميلادا، باش نوريكم اليوم كيفاش نعمل به بيسكوي خفيف ونظيف وبنين. باهي برشا، دونك هذوما الوصفات اللي باش تقدمهم لنا الشيف فتحيه. انا اليوم اخترت لكم الوصفه الاولى باش تكون طاجين، باش نعملوه بالقوتا سبيسيال شويه، يلزمكم تتبعوا الديتاي نتاعو. بالنسبه للطبق الرئيسي اخترته باش يكون كسكسي عراسي، كي نقولوا كسكسي عراسي بالحم العلوش وبالزبيب وبالجو هذاك، تعالوا نشوفوا تفاصيله والاسرار نتاع انكم تنجحوا الكسكسي. اخترته بالعلوش كيف ما قلت، هذوما باش نشوفوا تفاصيلهم وحيده وحيده، لكن بعد ما نبدو نهايرنا بالرياضه مع لي كوتش وفاطمه الصوي. مشكورين للشيف، يعطيكم الصحه. ما قبل الرياضه كما عودناكم نحكيوا على البرودوي التونسي، 100% التونسي حتى هو، اللي هو زبده الكاكاو، اللي حاجه باهيه برشا اذا كان تولي موجوده فوق طاول فطورنا ولا حتى في القهوه العشيه ولا الكوتي عند الصغيرات. غافولا الماركه هذه التونسيه نلقاو فيها الجو ناتور معناتها نتاع الكاكاويه، نلقاوها بالتمر، نلقاوها بالفاني، نلقاوها بالكراميل. زيد نحب نذكركم اللي فيها دهون صحيه، ماهيش حاجه خايبه، دونك عندهم بروتيين، عندهم الفير، عندهم الكالسيوم، فما الفيتامين او والبي 6، فما البوتاسيوم والمغنيسيوم، وخاصه نتعود نقولوا احنا البار نتاع الماكله اذا كان صغيرات ما ياكلوش طرف الحم نتاعهم ولا كعبه العظم ولا كعبه الحوت، دونك كيف يعملوا كسكروته كصغير تختين مثلا بالزبده الكاكاويه يعوض لهم البار هذاك. دونك ننصحوكم تستعملوا وتاكلوا ودخلوا في ماكلتهم وعاداتكم الغذائيه زبده الكاكاويه، على خاطر عندها برشا منافع صحيه للكبار وللصغيرات، وخاصة لي سبورتيف. هذاك علاش بنشوف مع بعضنا لي سبورتيف دو بيبي جيم، ايش محضرين؟ عسلامة، مرحبا بكم الكل، رجعنا لكم من جديد، انا امير، دونك مرحبا بكم في الصالة، احنا في بيبي جيم تو، دونك في الكال اللي احنا فيه تو كورونا كل شيء، فما عباد ما يحبوش يجيو لي سال دو سبور، دونك باش نعطيكم دي زيكزارسيس اليوم، باش يخدموا البدن كامل في 5 مينوت، دونك مش تخدموهم لي زيكزارسيس، تنجمو تخدموهم في سال دو سبور والا في دياركم، اوكي؟ دونك تستحقوا 100 سيمبول والا اي شارج، دي بوتي دو والا عندك ديسك والا اي حاجه تنجم تخدم به، دونك تنجمو تابعوني موزيكا، مش نبداو اول اكزارسيس بوغ لي زابدو، لي ما نيفو دي زيبول، poitrine fière, contractez les abdos et poussez vos lombaires vers le sol. Décollez les épaules, rentrez le menton, regardez le haut, les talons collés au sol. 1 et 2. 1 et 2. J'inspire vers le bas, j'expire vers le haut. J'inspire, j'expire. Contractez la partie supérieure des abdominaux. Repoussez le sol avec le bas du dos.
les coudes à l'extérieur, menton rentré, évitez de faire ça. Menton rentré, regard vers le haut et rentrez. Sentez l'exercice à la partie supérieure des abdos. Fermez. Cage thoracique à les abdos. Très bien. Bravo. Donc, allez, exercice numéro 1. Je vais vous 20 répétitions fois 3 séries. Mais exercice numéro 2. Je vais vous toute la chaîne abdominale. OK. Extension. Bras et jambes en 45 degrés. Monte, je pose. 1, on atlaque. 1, 2, 1 et 2. Toujours lombaire collé au sol. Travaille sa toute dynamique pour exploser la partie inférieure des abdos. Je tire, j'explose. Sur une extension, soit explosif. Explosif. Très bien. Et contractez toute la chaîne abdominale. Très bien. Ici. Un. Explose. Et un. Très bien. Et donc, maintenant, nos deux exercices. L'ulanine et Rosso. Toute la partie abdominale, donc je vais t'arrêter au tau. Deuxième, les exercices, je vais t'aider à l'abdominal col, full body. Je vais t'aider à saqin, les abdos, poitrine, les dînes, col chai. Ok? Donc poitrine fière, les talons, largeur des épaules, les orteils légèrement vers l'extérieur. Ok? On va squat, press. Squat, press. Les fesses vers l'arrière et vers le bas. Les coudes serrés, poitrine haute. Tronc bien droit. Inspirez vos nombrils. Ancrez les talons au sol. Je pousse. Un et deux. Un et deux. Poussez avec les jambes, utilisez vos muscles et sentir la puissance au niveau des épaules. On inspire vers le bas, on expire vers le haut. Bravo. Quatrième exercice, le travail focalisé sur toute la chaîne inférieure. OK? Position de départ, fente, jambe droite devant, gauche en arrière et vers le bas. Descendez sur la jambe arrière. Regardez, exercice, 1 et 2. 1 et 2. À chaque fois, je pousse et je tire. Je pousse et je tire. Vers le bas et vers le bas. Bravo! Donc, hakakono kamana les exercices interna, les séries kono dima 20 répétitions fois 3 séries, on khalli de 30 secondes à 45 secondes de récupération entre l'exercice et l'exercice, on khalli une minute bin kol exercice ou exercice. Donc 30 secondes à 45 secondes bin les séries, une minute bin l'exercice. OK دونك هكا نكونوا كملنا لي زيكسيرس نتاعنا اليوم ان شاء الله يعجبوكم كان تحبوا الفيديو تلقاوه على الانستغرام تاعي وعلى الباج فيسبوك نتاع بي بي جيم دونك مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكم بحدنا على بروشين ان شاء الله مشكورين لي كوتشز دونك وقيت توي كذا نشوفوا سبوت الخاصه بايمونيتي 19 الكومبليمون اليمونتير هذا المكمل الغذائي اللي يقوي لنا المناعه نتاعنا بعد شويه روعه المطماطي تعطينا اكثر معلومات على ايمونيتي 19 فما انا ديما نحب نذكركم نجموا تطلبوا 441 999 اكثر معلومات عليه وديما نحب نقول انه المراه الحبله المراه اللي ترضع الصغير اللي اقل من 12 سنه والناس اللي ممكن تاخذ في حرابش ولا في زرارق نتاع الجري الدم ممنوع ياخذوا ايمونيتي 19 نشوفوا سبوت
ومن بعد نستناو الدكتور باش يحكينا على مخالفات الكوفيد 19 على رواري. سمحني اختي، عندك امين تتزنف لقوي المناعه؟ صف عيشك. صف 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 سامحني. اما سير عندك امين تتزنف لك ما هو لقوي المناعه وفيه فيتامينات. هيا بيه امين تتزنف اختي، ريتو هذا يقوي المناعه اللخ، فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي. سافا امين تتزنف نشاط وحيويه. إيمونيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي. دونك إيمونيتي 19 تلقاوه في كامل صيدلات الجمهورية التونسية وما نلقاوش في لي باغا فارماسي. احنا بحثنا الدكتور رضا بن عريف اللي هو اختصاصي في الأمراض الصدرية والحساسية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. مرحبا بك. شحوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. دونك اليوم باش نحكيو على الكوفيد 19 وعلاقته بالأمراض الصدرية والمخلفات نتاعو زاد على الإنسان، حتى ممكن حتى ما عندوش أمراض صدرية. ما قبل دكتور كان تسمح نرجع بحذا لشيف. مرحبا بكم فاطمة، نرجع مع بعضنا باش نبداو اليوم في عدد أطباقنا اللي تفهمنا عليها. دبرت اليوم باش تبدأها شيف فتحية اللي باش تحضرنا ديسير بنين برشا. باش نبدو بالديسير ولا بالخبز؟ ديما الخبز على خاطر الخبز يلزم يخمر يلزم يرتاح، هذاك علاش أنا نخير ديما نبدا بالخبز نتاعنا. الو هوني عندي اليوم العركان لعجنان. العركان لعجنان. بديت مشكورين نستانس. بالضبط. الصياغ اللي تحط على ذمتكم بودجي صغير، حاجات بروفيسيونيل تنجموا تاثوا بها الكوجينه نتاعكم، هكا توليو دي برو الكل مع صياغ اللي توفر لكم ماتريال نتاع كوجينه ونتاع باتيسري. للي بروفيسيونيل زاده صياغ تحط على ذمتكم دي اكسبير اللي يمشيو ويتنقلوا بالذمه للكوجينات نتاعكم ويعملوا هما البلان ويعاونوكم في لاميناجمون نتاع لي كوزين الكل. الحاجه الباهيه كونه الحاجات تصلح للدار من غير ما تكون انكومبرونت، معناها ما تاخذوش برشا بقعه لكن تعاونكم برشا في الدار وتعاونكم على معناها على الخدمه السهله. يعطيك الصحه شيف. دونك بعد ما حطينا الفارينه سبيسيال بيتزا ورده، نحط خميرة سمحت شاف نتاع الخبز. ديما نحط خميرتي هي الاولى ونخلطها مليح مع الفرينه باش ما تمس حتى شيء من المكونات اللي باش نحطهم. عندي هوني جبن مرياح، يقولوا جبن مقرونه، جبن المالح نتاع مرياح اللي هو سيسيليان بالملح، نحطه في وسط العجينه نتاعي. نحط هوني عندي شويه ملح شويه فلكحل. العجينه بيدها مفوحه، هذه الخاصيه نتاع معناها العجينه هذه اللي باش نوريها لكم، كونها العجينه هي بيدها مفوحه. هوني نجي نحط مغرفتين سكر تاع ماكله باش يعطي اللون للعجينه نتاعي، ونحط شطر مغرفه قهوه، ملح ما اكثرش من شطر مغرفه خاطر الجبن هوني مالح. الوغ في هذا الكل نصب ماء معدني كالعاده، ما نصبش ماء سباله، وانتم تعرفوني في الماء يلزمني ديما ماء معدني للبات نتاعي باش تخمر مليح. هوني نجي ناخو الزيت نتاع التن، هو اللي يعطيني النكهه للعجينه، يزيد نكهه، هو زيت زيتونه يزيدني نكهه للعجينه. نحط منه شويه ونخليها باش من بعد نعبي بها البات نتاعي اللي هما لي بتي بان اللي باش يكونوا معبين بالشكشوكه بالتن والجبن. هوني نجي نسكر الماكينه. خوشي تحط خوشي وندور بشويه، ومن بعد نبدا نصب في الماء من المضوى اللي عندي هوني، نبدا نصب ونسقي وهي تعرق حتى لين تتعرق وتولي متناسقه. نركح الكروشيه ونخليها تخم. يعطيك الصحه شيف فتحيه. دونك هذه البات نتاع الخبز، تنجيو الفاسوناج من بعد نشوفوا وقتاش تحط الشكشوكه في وسطه. انا مشاهدينك كيف ما قلت لكم اليوم باش نعمل طبق رئيسي كسكسي عراسي يقولوا، ولا الكسكسي اللي يطيبوه في الفرح وفي المناسبات. اول حاجه عملتها هوني حطيت الزيت نتاعي يسخن اللي هو زيت نجمه ديو بلس، واحنا دابيتود كي يبدا عندنا كونتيتي كبيره نتاع اللحم في عرس ولا في مناسبه، دونك نحطوا الماء قبل يسخن وبعدها نفوحوا اللحم نعملوا له ماريناد ونسقطوه في الماء سخون. هكا الطنجره تبدا معنا احنا نقولوا الهواء يبدا يتحرك فيها الماء وكل شيء، هكا ما يركحش اللحم وما يشدش الطنجره. هذه لاستيس نقول لكم عليه كي طيبوا كونتيتي كبيره. دونك بعد ما سخن الزيت نتاعنا باش نسقطوا فيه كعبات بصل كالعاده. انا قليت في الزيت نتاعي شويه فلفل دونك باش ياخذ النكهه نتاعو، وهوني تو باش نحط روس بصل كاملين كيف ما هما ونحط معاهم اللحم يتقلى من الاول. دونك هذايا اللحم نتاعنا اخترنا علوش، ما عزش من لحمه الكتف كي تعملوا مرقه كيف ما هكا نتاع كسكسي،
دونك ديما تاخذوا لحمه الكتف من العلوش، هي اللي تجيب بنينه برشا. هنا المكونات هذه الكل نقليهم مع بعضهم، البصل واللحم، وباش نبدا نفوح. شوفوا هنا اللون نتاع اللحم كي تبدل، دونك اموره مريقله. توا نتوكل على ربي نبدا نفوح. عندي اول حاجه باش نعملها طماطم معجونه سيكام. انا ديما نختار طماطم معجونه سيكام على خاطرها دوبل كونسونتري، ماهيش قارصه في الماكله، بنينه برشا وما فيهاش لا ملونات ولا مواد حافظه. هذا الشيء اللي شجعني على اني ديما نستهلك حاجه صحيه في كوجينتي. مشكورين سيكام اللي ديجا خذاو ديرنييرمون سيرتيفيكاسيون من اي اف اس، اللي هي اي اف اس فود مختصه في السيرتيفيكاسيون للمؤسسات اللي كيف ما هكا تعطيهم شهيد على النظافة، على سلامة الغذاء، على الشان اللي يحترموا فيها القواعد متاع حفظ الصحة. دونك هذه الحاجة اللي تميز سيكام، انهم ديما يخدموا على الكاليتي ويخدموا على نظافة وجودة المنتوجات متاعها. هوني الطماطم متاعنا قاعد يتقلى، دونك باش نبدأ نزيد معاه الفحات. اول حاجة باش نعملها هوني فلفل زينة، مغير فباهية متاع فلفل زينة، وباش نحط معاه شويه كركم هكا تاع ربع مغرفه كركم، ما كثرش برشا باش ما يعطينيش مراره، وشويه صغيره فلفل اكحل هنا حسب الرغبه. نزيد معاهم الملح، دونك هكا الكميه اللي تكفيني. نخلطهم هذوما الكل، مانيش نعمل تابل هوني على خاطر باش نطيب كسكسي بالعلوش، ما نحبش نهرب طعمه العلوش بالتابل. دونك هكا نحافظ عليه بالفلفل، لونه يجي مزيان مع الفحات اللي حطيناها، نكتفيو بهالقدر. نخليه هذايا الكل يتخخ مع بعضهم، بعد نمرقوه الماء لازم باش سقينا الكسكسي، ونفوروا فوق منه كسكسي جيد من عند ورده انا اخترته اليوم. بسسته بشويه زيت نجمه ديو بلوس، وحطيت معاه شويه كركم ومعاهم شويه ماء باش اخليه يفور تفويره الاولى. التفويره الثانيه ديما نمرقوا من المرقه ونعاود نرجعوا يفور مده 20 دقيقه ربع ساعه، هكا يكون الكسكسي نتاعي حضر. نكملوا هذه مرقه الكسكسي، رجلوا لها امورها. توا نمشيو بحذا فاطمه وضيفنا الكريم. مشكورين لي شيف. رغم نرجعو نحكيو مع دكتور رضا بن عريفه، قلت له اختصاصي في الامراض الصدريه والحساسيه. دكتور مرحبا بك مره اخرى. مرحبا، صباح الخير للناس الكل، صباح الخير للشاذ المشاهدين. يعيشك. شو ديما صباحنا ديما موجات، اليوم جينا باش نعمل موجات شويه موجات ايجابيه. قدره ربي. دونك دكتور كيف نحكيو هنا على الامراض الصدريه والعلاقه بالكوفيد 19، هل كل ما قيل صحيح والا لا؟ معناتها العباد اللي عندها الحساسيه اكثر ناس تضررت، الناس ممكن عندها الازم كيف كيف. العباد اللي عندها مشاكل عامله عمليات قبل ممكن على سرطان الرئه ولا غيره، اكثر الناس ممكن خفتوا عليهم كاطباء نتاع صدريه وحساسيه من حكايه الكوفيد. دونك اعطينا انت صحيح من الغلط. وبالنسبه للفيروس هذا اللي هو كورونا، اللي هو كورونا اللي هو انتج عليه المرض هذا اللي يسمى كوفيد، هذا شمل الناس الكل، شمل المريض واللي عنده سوابق واللي عنده مرض مزمنه واللي عنده كذا، كيف اللي كان سليم. فهمت. شمل الناس الكل، مي بدرجات متفاوته. وكان الاكثر الممسوسين واكثر اللي هما تضرر من هذا المرض هما بطبيعه المرض المزمن. المزمن خاصه في خصيصنا احنا كانت الربو الهزمة، وعندنا الانسداد الرئوي هذا اللي هو معناها معروف عند الناس المدخنين. ايه. دونك هذا ديجا عندنا هزوز فئات هذوما، السليم والمش سليم. فهمت. ونتج عليه الضرر هذايا على مستوى الرئتين، خاصه الجهاز التنفسي هذايا. ماك تعرفوا الجهاز التنفسي هو اول جهاز، هو عرضه للبيئه، عرضه بتواصل مباشر مع البيئه، هو الجهاز التنفسي. دونك اي تغير في البيئه، اي تغير في التلوث، اي تغير في الاطار الجرثومي، باش هو يتاثر اول جهاز. وجهاز حساس للغايه، لانه يوفر هو عامل اكيد للجهاز الجسم الانساني هو الاكسجين. لاي مس في هالجهاز هذايا باش يكون له تاثير كبير على الجسم، على كميه الاكسجين في الجسم، على كميه الجهاز بطبيعه، كميه الجهاز في الجسم اللي هو مربوط به القلب، مربوط به الدماغ، مربوط به الاوعيه الدمويه، مربوط به الكلى، الاعضاء الكل. لهذا يقع التهاوي وهبوط في كافه وظائف الجسم اذا كان هذا الاكسجين هذا ينقص في على مستوى الرئتين. اما هل الناس الكل معناها صار لهم نقص في الاكسجين والا لا؟ لا لا، احنا من حسن الحظ احنا ما نكونش كون وراو، احنا في العالم 7 مليارات. احنا تو عندنا في العالم 100 مليون منها تقريبا ممسوس من بدايه الجائحه لتوا ممسوس بالكورونا هذيا، وعندنا ما تنساش اللي عندنا فوق 3 ارباع تعافوا، براو الحمد لله، فوق 72 مليون براو. وعندنا من سوء الحظ زوجين 200 وفاه على مستوى العالم. دونك هذا رقم ما يجموش
يلزنا البانيك معناها والخوف. عندنا رقم معين، عندنا تهديد لصحة الإنسان، ما ثم محدودية، ثم محدودية، وعندنا الوسائل باش نقاوموه. ونتيجة عندنا عام في الجائحة، وعندنا بالمناسبة الحي جيشنا الأبيض أكيد اللي هو يقاوم في مقاومة كبيرة ياسر على مستوى المستشفيات، على مستوى المصحات، وخاصة على مستوى في داخل المنازل، داخل منازل المرضى. صحيح. دونك احنا باش نفصلوا تو اليوم جيت باش نحكوا نذكر بالمرحلة الحادة، المرحلة اللي هي مرحلة الكوفيد، شنو يعطات على مستوى الجسم الانسان، على مستوى خاصه الجهاز التنفسي، وما هي الاضرار اللي عطات، وتعرفوا انتم الوضعيه هذه، وما نقص في الاكسجين، ضيق تنفس معناه متواصل، ثم اضطرابات عائليه كبيره ياسر، ثم خوف كبير برشا، ثم خوف من العدوى. هذا كله الفتره الحاده. معناها بالتقريب معناها بدينا نسيطروا عليه، بدا الانسان العائله التونسيه تتاقلم عندها المينيموم دي ريفلكس، بدا ريفلكس موجود، ناس متحضره، ناس متاهبه للوباء هذايا. لهذا احنا كممارسين للقطاع هذايا والقطاع الطبي، خاصه الجهاز التنفسي هذايا اللي هو اكبر جهاز ممسوس، احنا هذه الارضيه. دونك عندنا كي نذكروا به احنا بالنسبه للناس نفصلهم، اللي هو الانسان السليم اللي ما عنده حتى مشكل معناها في الرئة نتاعو، ما عندوش حتى سابق مرضي، هذا نجم يتمثل مي اقل نسبه من اللي هو ديجا عنده امراض اخرى. باهي وصلنا ثم مرحله، ثم اللي 80% من اللي هما خذاوها الفيروس هذا تعديت سلامات كنزله عاديه، تعديت خمس ست ايام صداع، سخانه، وجعت عضلات، جرين جوف، بعدين ما تعديت فيك السبع ايام. وثم نسبه اللي هي ضرر متوسط، ضرر معناها مويان، ونحن معناها ثم خذات اكثر وقت، مي في اسبوعين تعديت الحكايه. النسبه اخرى اللي هي قليله، هي قليله ورزمون، هي الامراض المزمنه اللي هي وصلته للانعاش، وصل للانعاش، وصل انه ربطوه بالاكسجين على طول، وصل انه معناها وقع معناها وقع معناها يزمو الاكسجين بصفه مستمره في المصحات، في الاستشفيات، حتى في دار. هذوما هما الناس اللي هما الفئه اللي هما ديجا واغلبيتهم هذوما عندهم امراض مزمنه. عندهم الربو، عندهم السد الدرياوي، عندهم امراض قلبيه، عندهم امراض كلويه، عندهم مشاكل. على ذلك علاش هما بقاو في المزمنه هذه. دونك هذه الفتره الحاده، اللي احنا موجودين فيها، مي احنا ثم ناس تعافوا ديجا. احنا طول مش نحكوا على اللي تعافوا، وخرج الفيروس، اسكو فما اضرار والا لا؟ صحيح، خرج الفيروس وهدات العاصفه. ما هي انا كشبه شبهها بعاصفه، صحيح، هي تين تومبيت، تين تومبيت، تومبيت بي اتم معنى الكلمه، ووصلت في في في, في داخل جسم الانسان، داخل مناعته، داخل اعضائه، داخل كذا، وقع هاك العاصفه هذيك، وتجي انت انسان سليم، مناعته سليمه، راهو يتصدى، باش يتصدى. ورزمه معناها ربي عطانا مناعه، معناها حاضره لكل شيء. دونك تصدق تصير التصدي هذاك، بتصير نوع من الدفاعات للداخل، بتصير اضطرابات مناعيه، باش تصير معناها خلل على مستوى بعض الاعضاء. هذا اللي باش يخلف له على المدى المتوسط، مش المدى البعيد، احنا ما نزلناش نقولش على البعيد. المتوسط معناه قداش من نهار ولا من اسبوع؟ احنا فيش المتوسط هو شهر شهرين ثلاث شهور. اها. هذا المتوسط، المدى الاول هو اسبوعين ثلاث اسابيع. نحكوا على متوسط ثلاثة أشهر. فهمت. أما البعيد معناها مازلنا ما عندناش ركيل، مازلنا عوام. دونك المتوسط عندنا ناس ديجا أبرات، خرجت من المستشفيات، خرجت من المساحات، خرجت من 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 سيرفيس الرياء، وقع عندها قلق. القلق فاش يتمثل؟ ثم اللي عنده ضيق تنفس متوسط. مازال تاعه. عنده إعياء متوسط، عنده صداع متوسط، عنده أوجاع عضلات موجود، عنده اضطرابات على الجهاز الهضمي، معناها اسهال، ترجيع، ترجيع انا جاي له. ودونك عندنا زاد عندنا علامات معناها عصبيه، دوخه، عندنا الذاكره ضرت، لما عندهم الذاكره تتفقد، تفقد معناها جزئيا، لما عندهم ينسى، السمع يقل، اما التوازن زاد هذا تسمى معناها باللغه هذه الضباب الدماغي. فهمت. الضباب الدماغي اللي هي مخلفات اي فيروس نجم يصير، خاصة بالنسبة للكوفيد هذا. وثم زاد قبل اللي هو صار في 2003 السارس هذاك، اللي جات موجة زاد عالمية، وخلفت هذا الضباب الدماغي والمخلفات هذه. فهمت.
فهمت؟ دونك عندنا هالمخالفات هذه كيفاش نقاوموها؟ احنا بالوسائل وسائل عاديه وسائل من الجين دوفيس كيفاش يعيش؟ هو عنده نظام الغذائي لازم يكون فيها الاوميغا 3 فيها الفيتامين بي 12 فيه الفيتامين سي فيه الخضروات الاسماك هذا كله حركه رياضيه حركه معناها تكون خفيفه رياضيه خفيفه كل يوم يبعد على كل ما هو منبه اول حاجه هو التدخين صحيح اذا كان هو خارج من الرياض وخارج من المستشفى وخارج من كذا في الحاله هذيك ويمشي يزيد يتكيف هذا ما حلش المشكله صحيح معناها يزيد ضرر دونك يبعد على التدخين يبعد على المنبه كل القهوه وكل الزيكسيتون كل باش ينقص هكا الضباب الدماغي وكلها ويمارس شويه نشاطات خفيفه مش قويه سيرتو الرياضه القويه يبعد عليها هذيك السبور اللي صار وكذا امبوسيبل يبعد عليه سيرتو اللي يسكن في اللي كان يعمل في ثلاثة طوابق من يسكن في الطابق الثالث والطابق الرابع لازم يكون منتبه في المرحله هذه ما بعد الكوفيد لان علاش؟ لانه اول حاجه عندك الضرر على مستوى الرئتين ما زلت ماهيش ما رجعتش ما نجمش تجيب لك الاكسجين الكافي للبن وشنو هي باش ضرورها هو القلب عضله القلب صحيح عضله القلب ينجم تمس وصار توا برشا ناس يشكيوا من هذه التاثير على القلب اكثر دقات ثم ضربات متزايده ضربات القلب متزايده وثم ضربات ثم تخلف الضربات زاده وثم زاده مس في العضله نتاع القلب فهمت هذايا باش نبعدوا ليه باش لازم يرتاح مع انه يبعد على كل المجهود القوي ازاي توا دكتور اللي يسمع فينا وممكن هو مرض بالكوفيد ويعاني ممكن من الاضطرابات هذه يقول لك باهي انا هاني ناكل سافا هاني رجعت نخدم متقلق كوميم حتى كي يرجع يعمل شويه انشطه هل باش تتواصل بيا برشا والا كيما انت قلت ثلاثة اشهر اربع اشهر هو من حسن الحظ انه بالنسبه للانسان هي مربوطه بزوز عوامل هي العامل الاول هي نسبه الامراض المزمنه اللي عنده كانوا يعاني من ربو يعاني من انسداد رئوي كبير كان عنده مرض رئوي كبير كان عنده مرض قلب ولا ديجا عنده الوظيفه القلبيه نتاعو ناقصه من قبل عنده نقص في الكلى نقص عنده فقر دم عنده مرض عصبيه فهذا ممكن نتبقوا له بها ينجم يتحسن فيه على المدى الطويل اما يتحسن ينجم يتحسن ويرجع للحاله الاولى نتاعو الحمد لله هذه الحاله الاولى نتاعو يعني سامحني فما دي جروب دو تيموانياج على الفيسبوك ناس اللي مرضوا مثلا يقول لك انا رواليه اتان 35% 50% سولون سكانير هذا اللي يعملوا اسكو بعد ما يشفى من الكورونا اسكو لي ديغا اللي صاروا له في الرئه نتاعو يعني المخلفات او التعب اللي صار له او الاتلاف نتاع البارتي هذيك نتاع الرئه اسكو يعاود يرجع من بعد والا اتلفت البارتي هذيك سيكو اتلفت هذا حاجه الاولى فما حاجه ثانيه انه الناس يقول لك مثلا انا نسبه الاكسجين تختلف من نهار لنهار توا مثلا فما عبد عندهم ثلاثة شهور مرضوا فما لي حتى مرضوا مره ثانيه يقول لك انا كل نهار وقسمه مع البوست كورونا يعني ما بعد الكورونا نهار نقوم لبس عليه ما عندي شيء ونهار تبدا ساتوراسيون طايحه على الاخر احنا حكينا على المدى المتوسط احنا توا نقولوا احنا عندنا ريكول نتاع 6 شهور بارابور الشهر افريل اللي فات والمارس اللي فات مي في مارس اللي فات ما عندناش برشا اصابات توا البيك نتاع الاصابات في اكتوبر 1 دونك عندنا تاخير مش كبير 3 شهور 4 شهور اما ثم اللي براو كومبليتمون ورجعوا لعملهم ورجعوا لمهنهم هذوما الاغلبيه يعني في سكانير يطلع لاباس عليه مره 100% وريث سكانير اذا كان من الاول ثم 10% ثم 5% نجم تشوف 1% نجم مخلفات صغيره اما في 3 شهور تاعكم هذيك باش تنحى في 6 7 شهور باش تنحيه اذا كان رجع للنشاط العادي اذا كان رجع يعيش في بيئه سليمه اذا كان يبعد على التدخين اذا كان يبعد على المؤثرات الاخرى على الرئه هذا راهو باش نحى بالنسبه اللي عندهم فوق ال 40% فوق ال 50% هم اغلبيتهم تم اطار ارضيه ديجا عندهم قبل الكورونا تم مخلفات باش تبقى لهم باش تبقى دي سيكاتريس باش تبقى اثار معناها ممكن الاعوام ممكن الاعوام باش تبقى معاه هذا بالنسبه خاصه للناس الكبار اللي هو عندهم يا الريه نتاع عايشه في بيئه مش باهيه تاع التدخين تاع التلوث امراض مزمنه قديمه هذا باش يبقى له يعني ما فوق ال 40 ثم 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 تحسن ثم تحسن هو احنا عندنا الاعداد اعداد تبشر بخير احنا ما عندناش عندنا 200,000 في تونس هكا ولا يصاب عندنا فوق 7,000 سوء الحظ وفيات وعندنا زاده عندنا فوق ال 140,000 اللي براو فاكر ال 140,000 اللي براو هذوك ثم نسب
اما الناس بتقولوا احنا اذا كان نبالغوا 50% باش يشكيوا من الاعراض هذه، اعراض ما بعد الكوفيد اللي هي ضيق التنفس المزمن، اللي هي الاعياء المزمن، اللي هي انه ما عادش ينجم يطلع يسكن في التروزيام ولا الكاتريام، ما عادش باش يطلع بالطريقه عاديه. دونك هذا هو لازم يكون في باله بشيء هذاك. باهي دكتور، هل صحيح معناتها هذا سؤال نختموا به كان تسمح، هل صحيح انه هل النتاج نتاع الكوفيد على الناس وعلى قلبها على رواريها على حتى على نفسيتها ولا غيره هو نتاج انه مش ديريكت بدينا ناخذوا في تريتمون؟ معناها يبدا يقول لك اوكي هو عندي تزيليفه خلينا نقعد 3 أيام 4 أيام في الدار، ومن بعد كي تبدا يغمق احنا نقولوا في المرض وقتها يبدا يطلب في الطبيب ويقولوا ناخذ تريتمون. يقول لك الكوفيد معناها حتى دراسات عالميه يقول لك ديك حسيت روحك متقلق اطلب طبيب شوف التحليل نتاعك وابدا خذ تريتمون تاع كوفيد باش ما يقعدولكش النتيجات هذوما. هو شوف صحيح، هو الشرط الاول تاع الشفاء باش احنا ما نخلفوش ما يتلقاش مخلفات، الشرط الاول هو العلاج المبكر مبكر والكشف المبكر. هذا في كل الامراض باه ما خاصه في حكايه الكوفيد هذا اللي احنا نعلموا. دونك الكشف المبكر والعلاج المبكر راهو يبعدنا بصفه كبيره على المخلفات هذه بالضبط. باه احنا ما احنا وفي الكشف المبكر والعلاج المبكر زاد ثم انتباه ثم ادويات مش طول طول يعطيك الانتيبيوتيك ولا الكورتيكويد. فما طب فاطمه فما طب يقول لك مثلا تطلبوا، انا عندي اصحابي مرضوا بالكوفيد يقول لك بعد 4 أيام خليك تو بالباراسيتامول، بعد 4 أيام نعملوا التحليل على خاطر مش اي سامبتوم دونك تمشي تحلل طول، بعد 4 أيام نشوفوا كان عملت التيست ولي سامبتوم كملوا دونك راك كوفيد ونبداو في البروتوكول نتاع الكورتيكويد ولا كل خاطر كل طبيب شنو يعطي، سينو يقول لك كمل بالباراسيتامول. هذاك شنو العمل مخلفات يا صفاء؟ ثم علامه وهي مهمه في الكوفيد هي تخثر الدم. تخثر الدم اول علامه انت ثم شك في الكوفيد لازم تبدا ادواء تاع تخثر الدم تاع السيوله هذه باش تبعد على الجلطات تبعد على المشاكل طبيب. على المشاكل الرئويه بطبيعه 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 لازم يعطيه فهمت. دونك بدايه هذا العلاج نتاع تجلط الدم هذا وتخثر الدم هذا مهم، هذا اللي منع الناس. ومن بعد ثاني حاجه اذا كان احتاجنا الاكسجين، هذا الاكسجين ماما ثم من الاول ثم بيك يصير هذاك ردوا باله منه، لازم مش نتفاعلوا برشا لازم نستناو، وثم علاج هو التخثر الدم هذايا لازم نبدو فيه. اما الانتيبيوتيك راهو فيه وعليه، الانتيبيوتيك راهو المضاد الحيوي هذا فيه مشكل، احنا ما خلانا في الحاله هذه نستعملوا ياسر مضادات حيويه في العباده في العاده اي فهمت. هذا هذا اللي هو صاير مضادات حيويه على بعض. مشكوره دكتوره رضا بن عريف، ان شاء الله كنا اعطيناكم معلومات اضافيه وكافيه على الكوفيد مع المخلفات نتاعو، وكما قالنا الدكتور استحمل 3-4 أشهر وكل بالكدا واعمل شويه رياضه على ما تنجم، واذا اي قلق تقعد ديما مباشر مع الطبيب نتاعك باش ما يصيرلكش حتى مشكل اخر. وان شاء الله يا ربي قاعدين نحضروا في حلقه ياسر مزيانه على الكوفيد 19 ان شاء الله باش تاخذوا برشا معلومات منهم حتى معلومات ممكن تكون صادمه. دونك مشكور دكتور رضا بن عريف اختصاصي في الامراض الصدريه والحساسيه. انا نقول دواء في الصوره، سامعني كنت تسمع الصوره الاخرانيه هذه معبره برشا، هذه في صوره الرئتين في الطبيعه. اي راهو نخرج لازم نرجعوا للمحلول. الرجوع للطبيعه باش نمنعوا الروري نتاعنا. دونك هذا هو دكتور، دونك اذا عندك كادو من عند لونفول فارما اللي هي ايمونيتي 19 نعطيها لك دكتور، واحنا في الانتظار نشوفوا سبوت الخاصه بشركه سيير. Thank you.
دونك هذه السبوت الخاصة بشركة الصياغة اللي هي شركة تونسية، نلقاو فيها برشا معناتها المعدات الكل اللي يحتاجها المطاعم، يحتاجها النزل، وخاصة اللي هي ماركات عالمية وذات جودة معناتها جودة عالية. نحب نذكركم بالادغاس اللي تلقاهم في نابل وتلقاهم في الحمامات وفي المنزه واحد. أكثر معلومات نجم تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعهم صياغة تونسية، تلقاو المعلومات الكل على الشركة هذه. وحتى أنت زادة المرأة ولا الراجل ولا الطفل اللي قاعدة تزهز نجم تشري الماتريال اللي حاجتك به، الكوجينتك معناتها ماتريال يكون بروفيسيونيل بالبودجي اللي حاجتك به من عند الصياغه. ما عليكم كان تدخلوا تشوفوا لادغيس بالضبط وتليفوناتهم وتاخذوا لي رونديفو وتمشوا تقضيوا اللي تحبوا عليه. احنا تويكا باش نكملوا نحكيوا في لونفول فارما، باش نحكيوا على ايميونيتي 19، هذاك علاش بحثنا راهو على المطماطي الطرهوني اخصائيه تغذيه علاجيه. صباح الخير. شحوالك؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. دونك روايتها كيما العاده، نرجو بحثها اللي شاف ومن بعد نرجو نحكيو معاك. مرحبا فاطمه، مرحبا بكم مشاهدينا. دونك انا بعد ما حطيت الكسكسي يطيب المرقه، شفنا كيفاش عملناها مع بعضنا، وفوق منه حطيت الكسكسي ورده جيد، خليته يفور، نعمل له شويه زيت وشويه كركم بسموه شويه ماء ونخليوه يفور، ما ترنخوش برشا ماء باش يبقى ديما يقبل المرقه ويجي بنين الكسكسي نتاعكم. بعد شويه باش نجي معاكم للطاجين اللي قاعد نحضر فيه. قبل خلينا نشوفوا الشيف فتحيه شنو باش تحضر لنا. الوغ انا اول حاجه باش نحط الزبده نتاعي اللي هي 100 غرام، نحط عليها 50 غرام سكر محور، نحط عليها قرصه صغيره ملح، زوز بكويت سكر فاني سمارت شيف، ونحط نخلطها مليح مليح حتى لين يذوب السكر نتاعي، باش من بعد ندخل فيها الحليب نتاعي. هذه هي ميلادا اللي هو عندنا هنا اوفرتور فاسيل وغطاء، خاطر نعرفوا كي نحلوا حكه بكيلو فما 380 غرام، والا هذه نتاع كيلو وقتين نحلوها ما نستعملوهاش الكل، سو كيفي الغطاء هذا نتاع البروتكسيون هو اللي يحميها ونحطوها في الفريجيدير مادامها ما تحلتش تقعد لبرا ما يصير لها حتى شيء كيما الحليب كونسونتري الكل. لكن اون فوا تحلت نسكروها نحطوها في الفريجيدير، نقعدوا نجبدوا منها نسكروا حتى لين نكملوها وهي فريمون تقعد امبيكابل. بالحليب هذايا باش نوريكم برشا حاجات نعملوهم اللي فريمون ما يظهرلهمش العباد الجهه، كيما معناها دي روسيت كيما بيسكوي يجيب لي كونسونتري اللي باش نقولوه توا، وكل مره نعملكم روسيت جديده اللي هي بالحليب كونسونتري فوزالي لو ديكوفغيغ. انا متاكده اللي باش يعجبوكم هالروسيتات اللي باش نعطيهم لكم. يعطيك الصحه شيف فتحيه. انا مشاهدينا بعد ما حطيت كسكسي طيب توا جا الوقت نتاع الطاجين اللي اليوم تخطوك باش نحضروه بطريقه سهله برشا. ننصحكم في الصوص نتاع الطاجين ديما نستعمل الفخاضات، لان علاش باش يبقاو ديما فيهم صوص ويبقاو ما يجيش طاجين شايح. دونك خذيت فخاضات نتاع الدجاج كيف ما هما كاملين، غسلتهم نظفتهم نحيت لهم الجلده نتاعهم وحطيتهم في شويه ماء وشويه زيت معاهم شويه ملح فلفل اكحل شويه كركم وشويه تابل، وزدت معاهم مقدار زوز روس بصل لكيك قصيتهم جيدين، خليتهم هذوما الكل غلاو لين وقفوا على زيتهم كما يقولوا، بقى فيهم شويه صوص بركه، ومن بعد عملتهم افيلوشي كما تشوفوا هكا مريشين، توا باش نخليهم يبردوا، ومن بعد نجي انا وياكم ونحضروا الفاخس مع بعضنا ونشوفوا كيفاش باش نستحفظوا على الجوته كامله من غير ما نخلطوها في وسط الفاخس. هذايا بعد شويه بعد ما نمشيو لفاطمه وضيفتنا في استوديو الماتينال. شكري لي شيف فراغ معطيو الكلمه راهو على المطمط. توما صباح الخير صافي. دونك اليوم باش نكملوا نحكيو على ايمونيتي 19 اللي هو سي ان كومبليمون اليمونتير يعزز ويقوي جهاز المناعه. دونك البواط نتاعنا فيها 30 كومبريمي، لي 30 كومبريمي هذوما ينجموا يشدونا شهر كامل اذا كان باش نستعملوا باغ بريفونسيون، دونك ناخذ حربوشه في النهار، واذا كان باش نستعملوا في حاله التهاب فيروسي حاد ولا في حاله مرض باش تشدني 10 ايام. دونك تشدني 10 ايام ومن بعد نعاود نرجع ناخذ حربوشه في النهار، معناتها اذا كان انا سوبوزون انا بديت ناخذ فيه مده شهر ومن بعد جاتني حاله مرضيه والا التهاب فيروسي والا مشكله معينه، نجم نولي ناخذ 3 مرات في النهار مع الوجبات. من المستحسن انه يكون مع الوجبات، خاصه شكون سالني من بعد لي دونك مع الوجبات، من بعد على الدويات اللي مستانسين ناخذهم اذا كان عندي دويات مثلا ضغط دم، ولا اذا كان عندي دويات نتاع مرض كرونيك، والا اذا كان عندي لو تريتمون نتاع المرضى نتاعي اللي انا اون كور، ناخذ من بعد شويه يعني ما قبل الماكله ولا بعد الماكله نقلب بالعكس، و دو بريفيرونس نقربوا الكومبليمون نتاعي للماكله باش نستنفعوا به اكثر.
دونك ينجم يشدني كما قلت لك ثلاثة شهور، وإذا كان باش نولي ناخذ ثلاثة مرات في النهار 10 أيام. سينو نرجع ناخذ نورمال بعد ثلاثة شهور هذوك، من المستحسن نقص مدة جمعة جمعتين ثلاثة، ومن بعد نجم نعاود نرجع نستعمله على روحي. هو بطبيعته طبيعي 100% طبيعي وما يقلقش، سي ان كومبليمون اليمونتير، دونك سمو في المتناول ماهوش غالي بالكل بالكل، نجمو نلقاوه في لي فارماسي الكل، وإذا كان ما لقيتوش نجمو نطلبوا ال 74 441 999 ويوفروه في الفارماسي المغسيل البحذي اللي يوصل للدار باش ما يعملوش ليفغيزون. فوالا دونك هو منتج سليم وغير سام وطبيعي، جانسيست اللي هو طبيعي 100%. فما زاد شكون سالني لي فيجيتاريان راهو ينجموا ياخذوه، في حتى تراس نتاع حتى برودوي انيمال، سي ان سي دي برودوي ناتوريل ونباتيه، دونك تويل من الناس اللي ما ياكلوش المواد الحيوانيه، ونجموا ياخذوه في حالات الاعياء الكبيره، ساعات من ستريس من ضغط الخدمه، ضغط القرايه، زاده عند لي زيتيديون ولا عند التلامذه اللي توا بيريود كبيره نتاع ستريس واكزاماناتها ومقصوها مراجعهم سيكنات، دونك نجموا ناخذوه ان كا دو ستريس، ان كا دو فاتيغ انتونس. الفيتامين سي يعاون برشا على صناعه الطاقه، على ذكاء، والزنك زاده كيف كيف عنده الكاباسيتي انه يصنع لنا اكثر طاقه، دونك نجموا ناخذوه في الحالات هذيا. في حالات النسيان ساعات فما زاد شكون يقول لي لي بيريود ديكزامان نريفز نريفز، من بعد نحس روحي نسيت كل شيء وكل شيء كلمه، دونك نجموا ناخذوه زاده في لي بيريود دو ريفيزيون، في لي بيريود ديكزامان. ما يقلقش بالعكس، وباش يعزز باش يعاون على تقويه الميموار. معروفين لي فيتامين من احسن لي برودوي اللي نجمو نوفروهم لجسمنا، والا لي نوتريمون اللي نوفروهم لجسمنا في الحالات هذيا. سي ان برودوي دو بيانيتر، زاد ينقص شويه من ستريس، ينقص شويه من الضغط اللي ساعات نحسوه كما قلت من بكري من الحياه المتعبه. روعه بالله. هو فعبد يمرض بالكوفيد مثلا ينجم ياخذ التريتمون هذا، ياخذوا نورمال. اما في الكوفيد كما حكينا بكري الدكتور يقول لك فما ناس نعطيهم الزريرق ولا الحرابج اللي يجريو الدم. دونك وانت مره الاخرى حكيت لنا قلت لنا هذا لا ياخذ مع التريتمون، يشاور طبيبه، مش لازم يشاور طبيب، دونك يشاور طبيب اللي باشر فيه قبل. هو مش ما ياخذوهش في حالات الادويه هذه، ديما نقول نشاوروا الطبيب نتاعنا، هو اللي ادرى بصحه المريض. الزيوت هذاك علاش اكزاكتومون، الزيوت الاساسيه هي اللي عندها اللي تزيد تسرع هي في الدم. دونك تشاور طبيبي اذا كان طبيبي عطاني لوتوريزاسيون باش ناخذو، نجم ناخذو من غير حتى مشكله مع لي تريتمون نتاعي اللي ناخذهم الاخرين. دونك قلنا اللي هو غني بالفيتامينات اللي تعزز وتقوي جهاز المناعه، وزاد فيه اون بلوس الارتيميزيا اللي مستعمله في برشا برشا في الافريك، خاصه لعلاج الباليوديزم. عافانا وعافاكم الله. دونك مستعمله بطريقه كبيره ومن قديم الزمان، معناتها هي نبته تراديسيونيل لهنا نلقاوها سو فورم دويل. هي الميزه نتاع ايمونيتي ديزاين. اكزاكتومون، لي دو زويل اسونسييل نتاعهم هما اللي يكملوا بعضهم، عود القرنفل وعود القرنفل. اكزاكتومون، وكي نقولوا ويل اسونسييل رانا ناخذوا الروح نتاع النبته، معناتها ناخذوا بالحق الكميات مدروسه الكميه مدروسه. فوالا ديما ناكد ونعاود، خاصه لي زويل اسونسييل ردوا بالنا منهم ما ناخذوهمش وحدهم على خاطر في المعده، ولا عنده تقلقات في المعده ولا تقرحات، يقلق والا دو بريفيرونس يشرب ولا ما يقلقش؟ لا ما يقلقش. شوف هاني قلت لك هما لي دو زويل اسونسييل اللي موجودين، بالعكس على العود القرنفل عنده افي دو بيانيتر على المعده، يعاون على الهضم وينقص شويه من مش انا العباد العباد تحب تسال. اي اكزاكتومون، لا لا بالعكس ينجم ياخذوا، ما فما حتى مشكله. اون كاد جولسير زاده والا ماهمش ايريتون، ماهمش ما يسبوش هكا الحرقه اللي في المعده ولا الالتهابات في المعده، بالعكس ايل بوف زاده ينجموا يعطيونا هكا الاحساس دو بيانيتر نتاع كي ناخذوهم، فهمت؟ دونك ما يقلقوش بالعكس. هنا عندنا دونك كيما قلت من بكري لي دو فيتامين ياسر مهمين اللي هما فيتامين سي والفيتامين دي، نزيدوهم الزنك وزدناهم بيان سور لي دو زويل اسونسييل هذوما. نحب زاد نفكر اللي المعلومات اللي نقولهم الكل راهم موجودين في النوتيس، معناتها اذا كان فاتتك معلومه والا اذا كان خاصه لهنا لي كونتر انديكاسيون والا نحب معلومات الشافيه وضافيه في النوتيس نتاعنا بثلاثه لغات، موجوده بالعربي وبالانجلي وبالفرنسي، معناتها نجموا نقراو ونجموا نطمعنوا فيهم بالكدا، هكاك اونيفيت اي حاجه ولا اي مشكله. الحساسيه زاد ردوا بالنا الناس اللي عندهم حساسيه، الارتميزيا بوتيتر ما نجموا ما نعرفوش اسكو عندنا عليها حساسيه ولا لا، دونك نجربوا ديما نجربوا بكميه صغيره، نعس على بدني، ما عنديش دياري، ما عنديش سخانه، ما عنديش طفح جلدي، اذا كان الامور هذيا ما حصلتش امورنا واضحه، ما عندناش اليرجي، واذا كان عندي اليرجي على عود القرنفل ما ناخذوش بيان ايفيدامون خاطر باش تصير لي رياكسيون.
مشكوره روعة المطمطي الطرهوني اخصائيه التغذيه العلاجيه. دونك نعاود نذكروا ايمونيتي 19 تلقاوها في كامل صيدليات الجمهوريه التونسيه وما نلقاوش في لي باغا فارماسي. عندك حاجه اخرى؟ اي عندي حاجه اخرى حبيت دونك حبيت نشكر تايجو بايبو سهيله على اللبسه المزيانه هذه الاكسسوار زاده والسباب زاده ناخذ خدينا مع عندهم برشا حاجات مزيانين وتنجموا بوفي بروفيتي زاده من لي سولد وتلقاوهم على الباج فيسبوك والا انستغرام تاعهم تايجو بوان تايغو بوان اوفيسيل فوالا والا تلقاهم تو سامبلومون في رو تشارل دي غول. ميرسي بوكو روعة. نشوفوا السبوت الخاص بإيمونيتي 19. سامحني اختي عندك إيمونيتي 19 اللي قوي المناعة؟ صف عايشك صف صف سامحني اما سير عندك إيمونيتي 19 لك ما هو اللي قوي المناعة وفيه الفيتامينات. هيا بيه إيمونيتي 19 اختي ريتو هذا يقوي المناعة الاخ فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي سافا ايمينيتي 19 نشاط وحيوية ايمينيتي 19 ايمينيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي. نخرج فاصل نرتاح شوية ومن بعد نرجع. كام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. وردة سرها المحبة.